مشاهدينا دلوقتي تخلينا نروح مع بعض لمدينة العلمين الجديدة لزميلنا كريم بيبرس، هناك نعرف منه آخر أخبار المهرجان. يا كريم صباح الخير عليك. صباح الخير يا منى، صباح الخير يا محمد، صباح الخير على جميع مشاهدي صباح الخير يا مصر. يعني فعلا فعاليات مهرجان العلمين الجديده في نسخته الثانيه ما زالت مستمره، يمكن اخرها امبارح كانت بالطبع حفله فرقه المصريين للموسيقى العربيه اللي اطربت بها الحقيقه الحضور، وكان عدد كبير من طلاب الجامعات موجودين، تحديدا من جامعه اسكندريه. الحقيقه امبارح كان في طلاب كتيره جدا موجوده وكانت مبسوطه جدا بالحفله امبارح. يمكن فرقه المصريين او الفرقه المصريه للموسيقى العربيه، الحقيقه انه الفرقه دي مختصه اكتر ب يعني الاغاني من الزمن الجميل، بيجيبوا الشباب الصغيرين ويعزفوا ويغنوا لي اغاني لعبد الوهاب، اغاني لعبد الحليم حافظ، اغاني لام كلثوم. فالحقيقه كانت سهره امبارح جميله ومطربه جدا جدا جدا، لكن الاجمل كان تفاعل الشباب الحقيقه والاثبات انه فعلا الفن الزمن الجميل لسه ما زال مستمر ولسه دايما بيفضل مبسوط، وانه الفن الحقيقي بيفضل مستمر ليه اجيال ورا اجيال. دي كانت من اهم يمكن الفعاليات الموجوده امبارح. لكن كمان انا موجود دلوقتي في منطقه النورث سكوير، واكيد كلنا يعني يمكن تابعنا امبارح زياره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ويعني سمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان لمنطقه العلمين الجديده وتحديدا النورث سكوير، والجوله اللي قاموا بيها هنا في المنطقه وتفقدهم كمان للمكان، ويمكن مياه العلمين الجديده ليها طبيعه خاصه كمان، وكانت جوله موجوده هنا في النورث سكوير امبارح. ده ما يمنعش برضو استمرار الفعاليات المختلفه اللي احنا متعودين عليها من بدايه المهرجان، يعني احنا في الاسبوع الثالث ولسه الفعاليات الهوائيه موجوده من الباراموتور والسكاي دايفنج، وكان في عروض امبارح هوائيه قويه جدا بالطيران الشراعي والسكاي دايفنج الحقيقه هنا قدام النورث سكوير، بالاضافه كمان لاستعدادات مهمه جدا جدا لحفلات الخميس والجمعة. يمكن حفلات الخميس والجمعة يعني بكرة هتكون الحفلة الخاصة بالتسعينيات، وهنسمع برضو أغاني الوسط، يعني كنا بنسمع امبارح أغاني الفن الزمن الجميل، بكرة هنسمع أغاني الوسط، وهنسمع أغاني لمحمد فؤاد، وهنسمع أغاني لمدحت صالح، وهنسمع أغاني لعدد لهشام عباس، وعدد كبير جدا من المغنيين. هتكون بكرة يعني حفلة مختلفة، والواضح كمان هيكون عليها إقبال كتير. لكن كمان في انتظار حفلة يوم الجمعة رامي جمال، ودي هتكون حفلة مهمة جدا موجودة في اليو أرينا. طبعا الحفلات اللي فاتت دي موجودة في المسرح الروماني، وده ميزة مهرجان العلمين في نسخته التانية، فكرة توزيع يعني الفعاليات في كذا مكان في العلمين الجديدة. خليني أكلمكم كمان على النهاردة، إنه خلال يعني أو من صباح اليوم من الساعة 7 تقريبا بدأت بالفعل سباقات مهرجان الهيجن. هي بدأت امبارح تصفيات، النهاردة في مهرجان الهيجن، ده على هامش بالطبع مهرجان العلمين، موجودة في منطقة سيدي عبد الرحمن. موجود سباق الهيجن متواجد النهارده، هيكون اليوم الختامي، وده اللي بمشاركه 1537 او 36 جمل هيكونوا متواجدين الحقيقه من 17 محافظه مختلفه، جم الحقيقه للعلمين الجديده ومتعودين على سباق الهيجن. شفناه السنه اللي فاتت في العلمين، قبله في شرم الشيخ، قبله في العريش، لكن المميز ان هو جمع ناس كتيره جدا، 17 محافظه هيكونوا موجودين بالفعل او موجودين بالفعل النهارده، وهنستنى اخر اليوم اكيد هنعرف مين الكسب والجواز. وده طبعا بمشاركة مهمة جدا ما بين مصر ودولة الإمارات الشقيقة. دي من أهم الفعاليات، لكن كمان وزارة الثقافة ما توقفتش وفعالياتها المختلفة، يعني السيرك القومي عمل امبارح الحقيقة فعالية جميلة جدا على الممشى السياحي، وتحرك وسط الناس مع العائلات مع الأطفال، وكانت يعني لقطة ظريفة جدا كده تحركوا بيها في الأماكن المختلفة في الممشى السياحي. وده يؤكد أن المهرجان الحقيقة بيستهدف كل الفئات، يعني هنلاقي حفلات غنائية، هنلاقي نشاطات للأطفال، هنلاقي يعني حاجات للهيجن، هنلاقي كذا حاجة مختلفة الحقيقة موجودة في مهرجان العالمين في نسخته التانية، وأكيد هنتابع مع بعض خلال الأيام الجاية باقي فعاليات مهرجان العالمين الجديدة في نسخته التانية، برجع لكم مرة تانية. كريم بنشكرك كريم على كل المعلومات، يعني أنشطة متنوعة ترفيهية ورياضية وثقافية في مهرجان العالمين الجديدة، بنصبح عليك مرة تانية، وشكرا زميلنا كريم بيبرز من العالمين الجديدة.